كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. جريمة تلو الأخرى تختلف تلويناتها من قتل، اغتصاب، سرقة واختطاف، لكنها تبقى في عرف القانون جريمة. يكاد لا يمر أسبوع حتى نستفيق على جريمة بشعة. في واضحة النهار قد يقتل شاب بريء، وفي ساعات ليست متأخرة قد تسرق، وإن فشلت المحاولة تصبح في عداد الموتى. أما ما بعد منتصف الليل فهناك ما هو أبشع. تعرضت للعنف والاغتصاب، شدني واحد واللي شدني. الجريمة في المغرب لم تعد تقتصر على الشارع، فقد تغتصب وتقتل في عقر دارك. جرائم هزت المجتمع وجعلتنا نطرح ألف سؤال وسؤال. هل هو غياب الأمن؟ أم فشل منظومة اجتماعية وتربوية في إصلاح جيل يعيش الضياع؟ أم أن الشاب المغربي لم يعد يجد الفرق بين حياة الشارع والسجن؟ أم أن القانون لم يعد يهاب؟ أسئلة وغيرها نطرحها يوميا دون أن نجد لها إجابات. في الآونة الأخيرة وقعت مجموعة من الجرائم التي اهتز لها المجتمع المغربي بأكمله واستنكرها بشدة، لأنها تدخل ضمن الجرائم البشعة والتي لا يمكن للعقل البشري أن يتقبلها. جرائم قتل واغتصاب في صفوف الأصول، تنكيل بالجثث داخل المقابر وإعادة اغتصابها، قتل وتقطيع للجثث ووضعها في الأكياس البلاستيكية، وغيرها من الجرائم الداخلة على المجتمع المغربي، فهي حوادث يقشعر لها البدن إثر سماعها. موقع نامبيو المتخصص في جمع بيانات الجريمة عبر العالم كشف أن مؤشر الجريمة في المغرب يأتي ضمن المستويات المعتدلة في العالم. ذات الموقع صنف المغرب في المرتبة 37 على المستوى العالمي وفق قاعدة بياناته الخاصة بالجريمة لعام 2019 و2000، كما احتل المرتبة 11 إفريقيا من حيث مستوى الجريمة، والمرتبة 4 على مستوى العربي. لكن أمام طمأنة الإحصائيات هناك رعب مجتمعي كبير من تنامي ظاهرة أصبحت تثير مخاوف المجتمع. كيخطفني عندهم واحد المسيد هيدا حتى هو ما كيبانش من ديك المعمره اللي فيها الصبيان، كيدخلني كيشد عليا الباب كيبقى يتعدى عليا. جرائم بعضها وصلنا صدى بشاعتها، واخرى بقيت حبيسه اركان المحاكم لا نعرف عنها شيء. وجرائم ردءا للعار بقيت مصنفه وفقا للتقاليد والعادات في خانه العيب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.